نجيو لجبهة الخلاص سيردا، وانت عضو في هذه الجبهة. البعض يرى أنه من مهام هذه الجبهة ليس العمل فقط على إسقاط الانقلاب، بل أيضا العمل وجوبا على إسقاط العقل الاستئصالي، ربما اللي هو أحد مناهج وأحد السبل المؤسسة عليها انقلاب قيس سعيد. وبالتالي يعتبر أنه أي عمل استراتيجي إن لم يقم على إعلان البراءة من العقل الاستئصالي ومن الاستئصاليين اليوم ومن كل خطاب استئصالي موجود في الساحة، يرجعنا إلى نفس البوتقة ويدور بنا إلى نفس ويؤدي بنا إلى نفس النتيجة اللي احنا فيها اليوم. هو شوف، التفكير الاستئصالي هو ينمو في المجتمعات الاستبدادية. اللي مسؤول على تنمية الاستئصال هو نظام ما قبل الثورة، نظام بن علي، فترة التسعينات هذيك نما فيها الفكر الاستئصالي. مع الأسف ثم أطراف ديمقراطية انخرطت في الفكر الاستئصالي. كذلك حتى كي نرجعوا للحركة الإسلامية في نشأتها، وكل عندها بذور متاع فكر استئصالي، وهذا عادي لأنها نمت في محيط استبدادي، في محيط إقليمي معناها فيه الفكر الاستئصالي تجاه الفكر اللايكي أو الفكر العلماني. دونك هذايا موجود وما نحملوش المسؤولية لطرف أو آخر. ما قبل الثورة هذا، بعد الثورة ما عادش عنده مبررات. بعد الثورة جات وضع ديمقراطي، اللي فرقنا ويجمعنا هي الديمقراطية. ما عاد وإلا البرامج الاجتماعية والاقتصادية كيف باش نحكم؟ خارج الحكم شكون يدافع عن الديمقراطية وشكون يدافع عن الاستبداد؟ وبالتالي ما عادش أنا يفرقني مع النهضة المسألة الديمقراطية، ربما تفرقني معها بعد برنامج اقتصادي واجتماعي إذا كان في انتخابات نتخالفوا على الموضوع هذا. في الدفاع على الديمقراطية، طالما أن اليوم حركة النهضة ضد الانقلاب من أجل الرجوع للديمقراطية، طالما أنها في العشر سنوات رغم اللي ارتكبت أخطاء لكن ما مستش من المبادئ العامة متاع الديمقراطية، ما حاولتش تعمل انقلاب رغم أنه هي ولا غيرها توفرت ظروف كيما توفرت السعيد استغلها وعمل انقلاب، توفرت القبل لحركة النهضة والترويكا، توفرت الموصف المرزوقي، توفرت الباجي قائد السبسي، لكن حتى واحد ما عمل انقلاب. هذوما الكل نجم اليوم نلتقي معاهم باش ندافع على الديمقراطية، ونجم نكون في جبهة معاهم مهما كانت الخلافات. تقول لي مسؤولين على العشر سنوات فيها أطراف في جبهة الخلاص مسؤول، أنا أقول لك ما ثمش واحد في الطبقة السياسية اليوم ما هوش مسؤول بقسط يختلف من واحد لآخر على في تسيير. شكون في العشر سنوات ما سيرش أبار ممكن أحمد نجيب الشابي اللي اليوم منذ 2010 ما كانش عنده بيلان في تسيير الدولة مباشرة. فيما عدا أحمد نجيب الشابي الكل اليوم حتى واحد ما عنده الحق يقول راهو حركة النهضة مسؤولة على العشرية السوداء. أولا عشرية السوداء أنتر جيوميت ما هيش عشرية سوداء، وحركة النهضة ما هيش وحدها، والقسط اللي تتحمله ما هيش هي. هو متفق نيسي رضان، وربما هذا الفكر الاستئصالي هو اللي مازال يشق اليوم الساحة السياسية وما يخليهاش تتوحد. عدم الرضا على أطراف سياسية معينة ذكرت منها حركة النهضة أنت وأيضا ائتلاف الكرامة، هما مدار الاختلاف اليوم اللي يخلي هذه الجبهات المتعددة اليوم والطرائق المتعددة الموجودة اليوم في الساحة ما تخليهاش تتوحد. شوف، الفكر الاستئصالي هو موجود في جزء من اليسار وجزء من الديمقراطيين وحتى مواطنين عاديين. هذه نمت هذه الفكر اللي ضد هذوما ما عندهمش الحق يكونوا موجودين في الحياة السياسية، وهذا معناه ما نحكيش معاه وهذا ما يكونش. هذا نمته فريق صغير، واللي نماه أكثر الثورة المضادة، اللي الوعاء هو عبير موسي والحزب الحر الدستوري. مع الأسف جات فرصة لتونس باش يوفى الفكر الاستئصالي في مشروع الباجي قائد السبسي، لأنه الباجي قائد السبسي شعمل وفر
فرصة أولى تاريخية وأعتقد معناها أخيرة أنه اليسار دمجوا في العملية السياسية في النداء، كان معناها عنصر من عناصر المكونة للنداء، ودخلوا للعملية السياسية واسمح له باش يوصل للسلطة. لأنه كمجموعة كجروب سكول ما كان عمره يدخل يوصل للسلطة. فتركيبة النداء خلقت الأوبورتونيتي، الفرصة لليسار باش يندمج في العملية السياسية ويصبح يمكن أن يدخل في عملية التداول السلمي على السلطة. مع الأسف بسقوط وانهيار النداء رجعنا للمربع الأول، أنه اليسار رجع للتقوقع متاعه والنظرية الاستئصالية، وكيف هم أنه ما عادش ممكن يكون قوة انتخابية فأصبح منخرط جزء منه، مش الكل، ثم جزء لأنه ما نجموش، ثم أطراف أخرى يسارية فاهمة اللعبة. الأقلية هذيك أصبحت تعول على الاستئصال، استئصال ما يسمى بالإسلام السياسي عن طريق قيس سعيد، وهذاك علاش انخرطت في المشروع الانقلابي متاع قيس سعيد. هذا هو إشكال، جات محاولة لحلين مسألة الاستئصال نهائيا مع مشروع الباجي قايد السبسي، مع الأسف الاستئصال والفكر الاستئصالي مش موجود عند كان اليساريين، موجود حتى عند أطراف الديمقراطية الاجتماعية. وشفتم انتم أنه الدعوة للانقلاب صدرت عن أحد الديمقراطيين ومنتسبون إلى التيار الديمقراطي.